شيخنا الجليل، السؤال الأول لربما هو أساسي وبسيط ولكنه عميق وصعب في نفس الوقت. من هو الله؟ ما هو شكله؟ ما هو دوره؟ ما الذي يقوم به الآن؟ هل يشابه الإنسان في أي شيء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هكذا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. وإذا لاحظتم فإنه تعالى يقول ولم يكن له كفوا أحد، ومعنى ذلك نفي النظير والشبيه والمثيل له على الإطلاق، لأن أي شبيه أو نظير أو مثيل هو كفو، والله عز وجل منزه عن أن يكون له كفو. لذا فإنه لا يصح السؤال بهذا الشكل، وهو أنه ما هو شكل الله أو أين هو الله، لأن معنى أن ننسب لله تبارك وتعالى شكلا معناه أنه يشبه خلقه إذ لهم أشكال، وهذا مناقض لقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، كما أنه مناقض لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحو ذلك من آيات وأحاديث تنزه الله عز وجل عن أن يكون شيئا كالأشياء، أو أن يكون له شبيه أو نظير أو مثيل. كذلك حين نسأل نقول إن الله أين هو، هذا أيضا علميا وعقديا سؤال خاطئ مغلوط، فإن الله تعالى هو مؤين الأين، منزه عن الزمان وعن المكان. فإذا قلنا إن لله مكانا حتى يصح الجواب على سؤال أين الله، كان ذلك إثباتا لكونه تعالى متحيزا بمكان ما، بجهة ما، حتى يصح أن يقال أين الله، وبالتالي يجاب عن هذا السؤال. وهذا معناه إثبات أن لله شبها بسائر الموجودات الأخر، إذ إنها تتأين بأين، تتحيز بحيز، يحيط بها الزمان، يحيط بها المكان. وكذلك الله، هذا كلام باطل، فإن الله عز وجل خالق الأين، خالق الزمان، خالق المكان، لذا لا يمكن أن يحيط شيء من هذه الأشياء به تبارك وتعالى، هو فوق هذه الأشياء، أكبر من هذه الأشياء، أكبر من هذه النطاقات. ولذا فإننا في ندائنا للأذان نقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. الزمان شيء فهو أكبر منه، المكان شيء فهو أكبر منه. ولا يمكن أن نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. أما أن نتحدث عن شكله أو عن مكانه أو نحو ذلك، فهذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى. قد يقال حينئذ إذن كيف نتعرف على هذا الإله؟ نقول إننا نتعرف عليه من خلال آثاره ومن خلال صفاته. صفاته هذه هي عين ذاته إن كانت من الصفات الثبوتية، ككونه حيا، ككونه قديرا، ككونه سميعا بصيرا قيوما ونحو ذلك. هذه صفات
ثابتة في الله عز وجل وصف بها نفسه، وتدلنا على لا تدلنا على كنه الله، فإن كنه الله لا يمكن لأحد أن يصل إليه، أن يصل إليها، حتى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وهو أكمل البشر عقلا لا يمكنه أن يعرف كنه الله، لأنه معنى أن يعرف مخلوق كنه الله تحول أو ارتفاع هذا المخلوق إلى مستوى الخالق، وهذا لا يمكن. نحن مثلا الآن البشر نعرف كنه ذواتنا إن صح ذلك، لأننا في نفس المستوى. قد نعرف كنه بقية الموجودات إذا كانت أدنى منا، نحن نعرف مثلا كنه الحيوان مثلا، أما حتى بالنسبة إلى المعصومين صلوات الله عليهم فنحن أيضا لا نعرف كنههم، ولذا نحن نقرأ في زيارة الجامعة المروية عن إمامنا علي الهادي عليه الصلاة والسلام ما مضمونه: موالي لا أعرف كنهكم أو لا أدرك كنهكم، فكيف بمن هو خالق الكنه وهو الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الصفات التي نصف بها ربنا هي صفات تبين لنا شيئا نستطيع به أن نعرف إلهنا تبارك وتعالى، أنه ما هي صفاته، أما كنهه وحقيقته فهذا أمر ممتنع. هذا بالنسبة إلى الصفات الثبوتية، وهنالك صفات هي الصفات الفعلية ككونه مثلا خالقا، هذه من الصفات الفعلية، كونه مريدا مثلا، هذه من الصفات الفعلية. فبملاحظة هذه الصفات جميعا يمكن لنا حينئذ أن نعرف الإله تبارك وتعالى على هذا المعنى.